لا يجوز ان الانسان انه يحيي هؤلاء بهذه الاعياد، يعني من المنظور تاع الشرع وقول العلماء، يعني انسان ما يهنيهمش وقال تقبل منكم او عيد مبارك او نسوا ادري، يعني انسان ما يشاركهمش في هذه الاحتفالات الباطله غير مشروعه في ديننا. هذا هو الدين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ايه من سوره المائده. يعني الشرع الحكيم راه حد حدود وشرع شرائع ودار اشياء نمشيو عليها باه نجاو ان شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك الشيخ، ربي يحفظك. بكل اختصار، المهم الاحتفال به حرام. يعني لا يجوز شرعا، لا يجوز، يعني ما كانش نص بنص. والو. كاين يا اما حلال يا اما حرام، ما كانش حاجه ما حلال وبين حلال وبين وحرام وبين، حتى ان النبي قال العلماء ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام وعليها مدار الدين. قال حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال حديث النعمان ابن بشير إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخره، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فعمله مردود. يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك وربي يحفظك وربي يسبسكم وربي يوفقكم ان شاء الله في هذا العام. ان شاء الله راكم تقدموا في رساله كبيره ان شاء الله. الحمد لله، ربي يحفظكم ان شاء الله.